اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، كل عام وانتم بخير. طبعا النهارده الجمعه، والنهارده العيد، عيدين يعني، عيد الفطر المبارك وصلاه الجمعه وفرحه كبيره. وتابعنا طبعا العيد في محافظات جنوب الصعيد. للعيد سنن واداب واحكام وصله الرحم والفرحه والموده واكيد يعني يمكن النهارده في من خلال خطبه الجمعه، خطبه العيد او صلاه العيد، اتكلم على انه كلمة جميلة اتكلم فيها على انك انت تآلف القلوب والافئدة في هذا اليوم، وانه في اليوم ده او في العيد حتى لو في خصام او في خلاف لازم الناس تتعدى هذا الخصام والخلاف وتعيش فرحة العيد، الفرحة اللي احنا كلنا من واحنا اطفال مش عارفين سر هذه الفرحة، لكن ده شيء من الله سبحانه وتعالى اودعه في القلوب انك انت تصحى الصبح فرحان وسعيد بهذه المناسبة. يسعدنا ان اكون معنا فضيله الشيخ حازم ابراهيم حسن، الامام والخطيب باوقاف اسوان. اهلا بحضرتك معنا مولانا. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب وجميع الامه الاسلاميه بخير. امين. سائلين المولى عز وجل ان ينعم علينا ويتم علينا نعمه الامن والامان والسلم والاطمئنان، انه ولي ذلك والقادر عليه. امين يا رب العالمين. سنن واداب العيد ويعني احكام العيد في هذه الفترة من ناحية سلوكنا ومن ناحية فرحة الناس ومن ناحية صلة الرحم، نواحي عديدة نحب نستكشفها من حضرتك النهاردة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى ربط العيد بعبادات، وجعل العيدان يعني عيد الأضحى وعيد الفطر مرتبطتان بعبادتان عظيمتان، وهما ركنان أساسيان من أركان الإسلام، حيث كما تعلم حضرتك أستاذنا أنه عيد الأضحى مرتبط بعبادة الحج التي بني عليها الإسلام، وهي ركن أصيل من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. كذلك عيد الفطر ارتبط بصوم رمضان، وهاتان العبادتان القيمتان لهما في قلوب المسلمين يعني شيء عظيم، حيث أن العيد يوم فرحة ويوم سعادة ويوم اطمئنان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحب ويحبب أن يبدأ أيام العيد بالتكبير، وهي سنة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، يحبها الله من فوق سبع سماوات، ويباهي بالذين يكبرون يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. التكبيرات هذه أستاذنا من الأشياء الأصيلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وذكرها الله في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى كما تعلم يعني من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فسنة التكبير أي حمد وشكر وثناء لله سبحانه وتعالى على أن تفضل علينا وبلغنا شهر رمضان. فالتكبير سنة أصيلة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة، كان عبد الله، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين يأتي يوم العيد يكبر فيضج، فتضج التكبيرات في الأسواق لتكبير ابن عمر
رضي الله عنه وعن أبيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. إذن السر في التكبيرات أنها هي عبارة عن والتهليل فرحة وتعبير عن الفرحة بأن من الله علينا سبحانه وتعالى بالصيام وبالعيد. نعم. أنك أنت يعني حتى في 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 حياتنا العادية لما بيحصل شيء معك بتعبر عنه بفرحة معينة وتقول الله الله أكبر. الله. فده يعتبر شكر من لله سبحانه. نعم. وتعالى. كما تعلم حضرتك أستاذنا. نعم. نعم. يعني في شهر رمضان تجد ليلة القدر. نعم. ليلة القدر هذه الليلة قال الله عنها هي خير من ألف شهر. نعم. يعني ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني عدها العلماء ألف شهر بأربع وثمانين سنة. نعم. يعني عبادة ليلة واحدة وقيامها هي كإنسان عبد الله أربع وثمانين سنة صائما النهار قائما الليل. يعني شفت بهذه في ليلة واحدة أليست هذه تستحق تكبيرا وتهليلا. نعم. وحمدا لله سبحانه وتعالى. نعم. هذه سنة التكبير كما قلنا أستاذنا الكريم. ثاني شيء الاغتسال ليوم العيد. يغتسل الإنسان ليوم العيد مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل ويتطيب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحب الطيبة ويحب العطرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب يا مولانا يعني ذكرت حضرتك الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. نعم. وبينات من هدى الفرقان. فشهر رمضان ليس هدى للمؤمنين أو المسلمين فقط ولكنه هدى للناس. نعم. وهناك آيات خطب الله سبحانه وتعالى تحدث فيها عن الإنسان وعن الناس ومنها أيضا وصينا الإنسان بوالديه. نعم. الإنسان. نعم. يعني فالإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على أي صورة وعلى أي اعتقاد وعلى أي فكر هو شهر هذا الشهر فيه من النفحات والبركات ما هو فيه هدى لجميع الناس. نعم. ولا إيه رأي حضرتك؟ أيوة نعم فعلا. نعم. الله سبحانه وتعالى كما تعلم أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم للدنيا كلها رحمة للعالمين. نعم. لم يقل رحمة للمسلم فقط. نعم. أو لا رحمة للديانة كذا وإنما رحمة للعالمين. فرحم النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والمشركين كان رحيما بهم ورؤوفا عليهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما لما نزل عليه جبريل فقال له يا محمد لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين. نعم. يعني أطبق على الكفار الذين آذوك وعذبوك وشتموك أطبق عليهم الجبلين فيموتوا. فكانت من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالإنسان عامة أن قال صلى الله عليه وسلم عسى أن يخرج من أصلابهم أو من ذرياتهم من يعبد الله ويوحده. نعم. أليس هذا خلق النبي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. إيه الأشياء المستحبة يعني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وبالتحديد صلة الرحم بالنسبة لنا جميعا وطبعا يعني في بعض الأوقات الإنسان ضعيف يعني هو بشر. نعم. فيكون زعلان من حد مثلا يعني أي شيء إذا كان في ناس في بينها علاقات طيبة عادي الناس بتتصل وبتتزاور. أيوة. لكن هل لابد إذا كان في هناك خصام مع أحد أو أذاني أحد أو ظلمني أحد أن أبادر بأن أعيد عليه أن أبادر بأن أصله. نعم. وأهنيه في هذا الوقت. نعم أستاذنا. نعم. هذا سؤال وجيه يعني من حضرتك. بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحثنا على صلة الرحم وصلة الأرحام. نعم. يقول الله عز وجل في مطلع سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم. نعم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني أوصى الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به أي تساءلون بالله واتقوا الأرحام في تفسير ابن كثير قال واتقوا الأرحام أن تقطعوها كاتقائكم لله. يعني شفت عظم نعم. فلما خلق الله سبحانه وتعالى الرحم فالرحم تكلمت مع الله سبحانه وتعالى قالت له يا رب يعني إني عائز يعني من يقطعني. فقال له أيتها الرحم
أنا الرحمن وأنت الرحم، اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يعني ممكن حضرتك ممكن تكون زعلان مع فلان أو في مشقة أو حزن، فإن بادرت بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والله ستجد انفراجا في القلوب، وتزيل كل ضغائن الشيطان التي يبثها بين الناس بعضهم لبعض. فهذا مبدأ الإسلام، السماحة واليسر والتعامل الجميل. خير، وكما يعني فيما معناه كما بشرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخيركم خيركم لأهله. فهل العلاقات الطيبة ما بين الزوجين، ما بين الأبناء، ما بين الإخوة، الأسرة الواحدة، العائلة، ده يعتبر أيضا من صلة الرحم أم أنه شيء يعني طبيعي وبديهي أن الناس تبقى الأسرة مثلا تبقى مع بعضها فيها العلاقات الطيبة؟ هل يثاب عليه المرء أيضا بالنسبة لي في هذه الأوقات وفي الأعياد وعموما؟ نعم، يثاب المرء على صلته للرحم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أتودد إليهم ويتبغضون إلي، أتبسط إليهم ويقطبون علي، يعني يكشرون علي، يعني ماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن كنت كما تقول، يعني إن كنت كما وصفت، فكأنما تسفهم المل، يعني يوم القيامة تسفهم الرماد الحامي. يعني شفت، أنت بتأخذ أجر الصلة وأجر العطاء وأجر الحب وأجر المبادرة الحسنة، وهم يعني شوف العقاب الآخر يوم القيامة. فهذا يعني مبدأ الإسلام دائما السماحة. والله أستاذنا كل شيء يعني يبدأ من الضغينة والبغضاء والحسد والحزن والشقاق، كلها مبادئ شيطانية يريد أن ينزغها بين الناس. كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقال الله أيضا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فمبدأ الحزن، إنني أكره قريب هذا وأتبغض هذا، هذه كلها مبادئ شيطانية يريد أن يسيطر عليها حتى تتقطع الأصول الرحم. يعني حتى الشيطان مبدأه يا أستاذنا إنه إيه؟ يبعدنا عن الجنة، يبعدنا عن الكرم، يبعدنا عن العطاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. دائما يريدك في الطريق الخطأ، فإن أنت اتبعته وأخذك كبرياءك وكذا وكذا فدخلت في سبيل الشيطان. أما إن تنازلت وتواضعت وتسامحت، فالله سبحانه وتعالى يحب الإنسان اللين، الإنسان الطيب الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع كلامه. إذن الشيخ حازم، إذا يعني قمت بصلة الرحم وكنت في المودة والرحمة، فأنت في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا نعم. كنت في البغضاء وصرت في هذا الطريق فأنت في سبيل الشيطان. ونتمنى أن نكون جميعا في سبيل الله. نشكر حضرتك كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك أستاذنا. يعني علشان تلحق صلاة الجمعة. الله يبارك. سعدنا بوجود حضرتك معنا. أسعد أستاذنا. الله يخلي حضرتك. حازم إبراهيم حسن الإمام والخطيب أوقاف أسوان. كل عام وأنتم بخير. طيب أستاذنا. جزاك الله كل خير أستاذنا. أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لحضرتكم وإلى اللقاء.